بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة ثانية جديدة للرد على الوهابي أبي عمر الناصبي، لنبدأ معا على بركة الله. إزاي الرسول يقول إن عليا هو الباب الوحيد للعلم، ويروح الرسول بنفسه يخالف الحديث ذا ويقول العلم ويبلغه لناس آخرين غير علي؟ والآن نأتي لبيان فقه الحديث. قال النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي بابها. مما لا شك فيه بأن النبي ورث علوم الأنبياء المتقدمين وخصه الله بزيادة علم، فلذا هو مدينة العلم. وبما أنه صلى الله عليه وآله رسول من عند الله ومأمور بتبليغ الرسالة، فبلغها على أتم وجه لكل الناس في زمانه، وأمر الناس أن يبلغ الدين للناس في حياته. وكما تعلمون بأن هؤلاء الناس كل واحد منهم لم يحمل كل علم النبي على الوجه الصحيح، ويقعون في النسيان والخطأ وعدم فهمهم المراد الصحيح التام من كلام النبي، والذي لا شك فيه أن النبوة خاتمة لأنه لا نبي بعده. فإذا لابد وأن يكون ما بلغه النبي من الشريعة لكل الناس باق ومحفوظ إلى قيام الساعة، لكي لا تتحرف الشريعة كباقي الشرائع السابقة. وهذا الحفظ للشريعة من التلاعب بعد النبي يستدعي أن يكون هناك معصوما لا ينسى ولا يخطأ ليحمل هذا العلم النبوي بأكمله على الوجه الصحيح، لأن غير المعصوم لا يستطيع أن يحفظ نفسه، فكيف سيحفظ الشريعة بما فيها من تفاصيل كثيرة؟ فإذا النبي مدينة العلم، فمن أراد هذا العلم الصحيح المحفوظ من التلاعب والمحفوظ من النسيان لابد وأن يأتي باب مدينة العلم، ألا وهو الإمام علي بن أبي طالب. فثبت بذلك بأن الإمام علي هو أعلم الناس بلا منازع. لنكمل مع الوهابي. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. تمام، إذن اللي قاله الرسول في هذا الحديث علم. شوفوا بقى الرسول ماذا يقول بعدها: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم استدل الوهابي أيضا برواية من الكافي بأن النبي قال في خطبته للصحابة: فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال: إذن علي بن أبي طالب ليس وحده باب مدينة العلم، بل كل الصحابة أبواب لعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمر من أجهل الناس، لا فهم ولا علم ولا دراية ولا رواية، مفلس علميا بكل ما لهذه الكلمة من معنى، والآن سيتضح سخف استدلاله. كما ترون الحديث مذكور برقم 67، ولو فتحنا كتاب صحيح البخاري بن برزب المجوسي صفحة 29 رقم الحديث 67، أخرج بسنده عن أبي بكرة كما ترون هذه الجملة: ليبلغ الشاهد الغائب. قالها النبي في يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، ولكن النبي قبلها بيوم وهو يوم التاسع في عرفات ذكر حديث الثقلين، وأنه لا يضل من يتمسك بالقرآن والعترة. ثم ذكر النبي يوم النحر ليبلغ الشاهد الغائب، ثم بعد 8 أيام في 18 من ذي الحجة في غدير خم ذكر النبي أيضا حديث الثقلين، وفيه بأن المتمسك بالقرآن والعترة لا يضل. فبما أن قول النبي فليبلغ الشاهد الغائب محصور بما قبله وبما بعده بحديث الثقلين الناص بأن المتمسك بالقرآن والعترة لا يضل أبدا، فهذا يعني أولا يجب أن يتمسك الإنسان بالقرآن وبالعترة لأنه يرفع الضلال عنه، ومن ثم يبدأ بتبليغ الشاهد الغائب ليقع التبليغ بالشكل الصحيح المرضي. ولو بلغ الشاهد الغائبة ولم يكن متمسكا بالقرآن ولا متمسكا بالعترة، فعندما يبلغ سيقع في الضلال حتما كما قال النبي، فما هي فائدة التبليغ بدون التمسك بالقرآن والعترة؟ هذا كتاب السنن للترمذي بتحقيق محمد نوح نجاتي الألباني صفحة 855، أخرج بسنده عن جابر بن عبد الله رحمه الله قال: رأيت رسول الله في حجته يوم عرفة أقول: ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة. ثم تقول الرواية: والنبي على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني المجلد 16 صفحة 142، أخرج بسنده أن النبي
لي حضر الشجرة بخم فقال: وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيته. هذا إسناد صحيح. أقول: وخم هو غدير خم، وكانت الحادثة في 18 من ذي الحجة بعد رجوع النبي من حجة الوداع. تعلم يا أبو عمر كيف تجمع بين الروايات وتقرأ الأحداث بتسلسل صحيح لتخرج بنتيجة صحيحة وسليمة. وكذلك لو فتحنا كتاب الكافي لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني المجلد الثاني، أخرج بسنده عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت، وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي بن أبي طالب عليه السلام. وأخرج أيضا بسنده عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. قال الإمام الباقر عليه السلام: إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين، فليذهب الناس حيث شاءوا، فوالله ليس الأمر إلا منها هنا، وأشار بيده إلى بيته. وصلى الله على خير الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله على مبغضيهم ومستنقصي فضائلهم.